إرهابية مسلحة صباح اليوم بنصب كمين على محور سلحب خطاب بالقرب من مدينة محرد جسر الساروت. وصرح مصدر عسكري مسؤول أن المجموعة فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عند الساعة 7 صباحا على مبيت يقل عددا من الضباط وصف الضباط والعاملين المدنيين التابعين لإحدى رحبات الإصلاح في المنطقة الوسطى، ما أدى إلى استشهاد ضابط وخمسة صف ضباط وثلاثة موظفين مدنيين يعملون في الرحبة المذكورة، إضافة إلى إصابة 17 آخرين بجروح مختلفة، جروح بعضهم خطيرة. وقد لاذ المجرمون بالفرار بعد أن أمطروا قافلة المبيت بوابل من الرصاص. وأضاف المصدر أن دورية أمنية قامت بملاحقة القتلة على طريق حماه الغاب، حيث جرى اشتباك مسلح مع 4 من الإرهابيين الذين كانوا يستخدمون سيارة بيك أب حكومية سرقوها يوم أمس السبت من المركز الإذاعي والتلفزيوني في مدينة سراقب. وأشار المصدر إلى أن الاشتباك أسفر عن جرح أحد عناصر الدورية الأمنية ومقتل 3 مسلحين وإصابة الرابع بجروح خطيرة واستعادة سيارة البيك أب الحكومية المسروقة وبداخلها 4 بنادق آلية كلاشينكوف وكمية كبيرة من القنابل والمتفجرات والأدوات الطبية. وكنا قد أذعنا بالأمس نبأ قيام مجموعة مسلحة بقطع الطريق بين قريتي إبلين وبليون في منطقة جبل الزاوية، حيث استولت على سيارة الزميل المهندس غازي محمد إسماعيل مدير محطة الإرسال الإذاعي في سراقب. أطلاق نار غزير من جانبين أطراف الطرق، تعرضوا لنا للمبيت، صوب عدد منا واستشهد عدد منا. في جبلين من هون ومن هون كاملين عاملين كمين مسلح بالاتجاهين، يعني نحن مارقين صرنا بالنص، يعني ما مبين علينا لا من هون ولا من هون. مشنا اطلاق نار مثل زخ المطر علينا يعني من كافه الاتجاهات. الحمد لله الشباب طلعوا، السائق تصاب يعني، فاجوا الشباب كفوا عنه، مسكوا الدركسيون وتابعوا الباص، ولا كان قلب الباص وكفوا على الكل ما خلوا حدا. كنا 4 بالسياره، استشهد معنا شاب مساعد علي درويش، وصبنا نحن 3 من بيناتنا في ضابط الرات حطان حيطة. ما شفنا إلا أطلق نار قوي وكثيف على المبيت من بين الزيتون من جهتين، بنادق برشاشات وكان كثيف كثير، وتوفى استشهد قسم منا كبير، قسم الثاني تصاب كلنا. بلغنا الساعة 8 و10 عن وجود إصابات جروح في منطقة ما بين محردة وحما، فسيرنا 3 سيارات إسعاف الموجودة عندنا، وبعد منا بالساعة 8:30 تقريبا بدت حالات الجرحى تجي، إجانا حوالي 20 إصابة تتراوح بين شظايا بسيطة في الجسم إلى إصابات في الرأس بالشظايا أو بطلق ناري.